قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني النائب عدنان عبد الصمد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما زالت مستمرة في الالتزام بالتعهد الحكومي بشأن توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، وإن كان هذا التوزيع على المخطط إلا أن المؤسسة أفادت أن عقود البنية التحتية والخدمات تم ترسيتها وتوقيع بعضها والبعض الآخر في طور الطرح والترسية، ومؤكدا أنه لا يوجد أي تأخيرات بالنسبة للتوزيعات السابقة على المخطط، حيث تم الاستلام الفعلي للوحدات السكنية حسب البرنامج الزمني المحدد. وأضاف عبد الصمد أن الوزير شرح خطة المؤسسة بالنسبة لتنفيذ المدن الإسكانية ومنها مدينة جنوب المطلع وآخر التطورات التي وصلت إليها المؤسسة بناء على الزيارة الأخيرة لكوريا الجنوبية، ولافتا إلى أن الوزير أكد أنه لا تهاون مع المقاولين الذي يثبت تقصيرهم في أداء أعمالهم حسب المواصفات الفنية والمهنية التي تم التعاقد عليها.